قاموا بهذا العنف اتصلت باللواء كمال الدالي، ووقت اتصالي بيه كان الطلبه خرجوا بره الحرم الجامعي، وقال لي احنا بنتعامل معاهم بره الحرم الجامعي، ولما دخلوا تاني جوه الحرم الجامعي طلبنا دخول الشرطه لتامين الامتحانات. طيب هسأل حضرتك، معلش تحملني قليلا، هل تدخل الشرطه جاء متاخرا؟ يعني الدكتور محمود كوبيش نهائي. طب هقول بس تدخلها لم يأتي متأخر. هقول بس يعني ما قاله للدكتور محمود كوبيش، قال ان هو اتصل بمدير امن الجيزه اللي هو كمال الدالي، وحضرتك قلت انك اتصلت بيه واتصلت بوزير الداخليه، لكن الدكتور محمود كوبيش اولا الفرق بين الوقت اللي اتصل بيه الدكتور محمود كوبيش يعني بسيد مدير الامن واتصالي انا كان يمكن فات اكتر من ساعه او ساعه ونص، لان انا زي ما بقول لك كنت في اجتماع وما شفتش التليفون. لان ما هو الدكتور محمود كوبيش بيناقش موضوعات في المجلس على الجامعات. اول ما شفت التليفون خرجت في الحقيقه، كلمت عرفت ما حدث. كلمت مدير الامن وكلمت وزير التعليم العالي اللي ما كانش موجود معانا في المجلس، كان في مجلس الوزراء. وتواصلت معاه وطلبت منه انه الشرطه تدخل لتامين الامتحانات، وكان جنبه معالي وزير الداخليه وطلبت منه ذلك. ايوه يا فندم، بس الدكتور محمود كوبيش الفتره دي كان الطلبه بره. ايوه فندم، بس الدكتور محمود كوبيش بيقول ان تاخرت الشرطه المصريه لدرجه انه اضطر للاتصال بمكتب الفريق اول عبد الفتاح السيسي. انا بؤكد لك ان الشرطه لم تتاخر عن الجامعه، و يعني حضرت لتأمين الامتحانات ومواجهه الحاله اللي كانت موجوده في الجامعه سريعا. طيب نتقدم بقى بالشرطه. طيب عايز اسال سؤال بقى، الطالب اللي توفي في الطالب هو اسمه عمر اسامه في الفرقه الثانيه بكليه التجاره جامعه القاهره، توفي وفقا لتصريحات المسؤول الرسمي للصحه المصريه بمقذوف ناري لم يتم تحديده، هل هو طلق ناري ولا هل هو خرطوش؟ الطالب ده مات ازاي يا دكتور، ومات امتى، واسباب وفاته ايه؟ انا بقول لك لم اكن موجود في الجامعه وقت حدوث هذه الواقعه. والكلام الذي يقال الان او القدر المتوفر من المعلومات انه اصيب قبل دخول الشرطه الى الجامعه. مظبوط، الداخليه يعني كده. وده واضح ان هم فيما بينهم. للاسف الشديد النهارده يعني كان الطلبه لديهم كميه من العنف، ولديهم يعني كبيره جدا، والشرطه لما جت تعاملت معاهم، ويعني تعاملت داخل الجامعه ولا خارج الجامعه يا دكتور، ولا تعاملت في الداخل والخارج؟ داخل الجامعه وخارج الجامعه. تعاملت في الجانبين، خارج الجامعه وداخل الجامعه. عندما دخلت الشرطه هم بداوا يفروا، فبدات الشرطه تتعامل معاهم، وبدا تامين الامتحانات، وبدا تامين البوابه الرئيسيه للجامعه. وانا بكلمك الان وانا واقف مع السيد مدير الامن وقوات الامن الموجودين. واقف حضرتك مع اللواء كمال الدالي دلوقتي؟ موجود، بس هو يعني بعيد عني شويه كده مع القوات بتوعه. طيب عايزه بس اسال سؤال دلوقتي، الوضع والاشتباكات اللي كانت موجوده النهارده هددت بشكل واضح جدا الاجواء العامه الخاصه بالامتحانات، هل حضرتك خدت تعهد دلوقتي من الشرطه ان هم هيامنوا لحضرتك الامتحانات داخل الجامعه؟ اولا يعني الشرطه مش متاخره ان هي تامن الامتحانات، واحنا النهارده طلبناها ودخلت امنت الامتحانات، وسوف تؤمن الامتحانات حتى تنتهي في يوم 23 يناير. طيب عايز اسال بس حقيقه ما يثار حول بعض المواقع واللي بيقولوا بعض اولياء الامور من احتجاز ابنائهم الطلاب داخل بعض مقرات الكليه في جامعه القاهره، صحه هذه الانباء ايه؟ غير صحيح، الكليه اللي بتخلص امتحاناتها بتفرغ من الطلبه والموظفين والاساتذه وبتتقفل. طلاب الاخوان اللي اثاروا الشغب، ليس لدينا اي محتجزين. طلاب الاخوان اللي اثاروا الشغب، انا عارفه ان الداخليه بتقول ان هي تم القبض على 24 من طلاب الاخوان اللي اثاروا هذا الشغب. دي مساله، دول بقى في التعامل المباشر بين الداخليه وبين الطلبه اللي هم بيثيروا الشغب.
او معاهم اسلحه او معاهم كذا او معاهم كذا. طب اتقال ان بعض طلاب الاخوان اختبأوا داخل كليه التخطيط العمراني، وان عميد الكليه اغلق الابواب في وجه الامن وسمح لطلاب الاخوان بالاحتماء داخل الجامعه. اولا كليه التخطيط العمراني دي في اخر الجامعه هناك خالص، بره جامعه القاهره. كليه التخطيط العمراني لا في الاخر خالص عند قاعه الامتحانات، ولم اول مره اسمع هذه الواقعه في الحقيقه. واذا كان الكلام ده صحيح فسوف نحقق فيه. طب انما اول مره في الحقيقه ان انا اسمع هذا الكلام، لم اسمعه لا من الشرطه ولا من الامن الاداري. طيب انا عايزه، يبدو الاجواء تبدو هادئه عند حضرتك دلوقتي وحضرتك جوه جامعه القاهره، الدنيا هاديه تماما؟ صحيح الدنيا، ما انا بقول لك واقف اهو امام الجامعه والطلبه خرجت، واحنا معانا صوت وصوره معانا صوت وصوره لمحيط الجامعه. صوت وصوره هو في الجامعه والطلبه خلصت امتحانها. شوفي اللي لازم نعرفه ان هؤلاء الطلاب كانوا مصرين على عدم انعقاد الامتحان هذا اليوم. وانا اصريت ان لازم الامتحانات تتعمل في موعدها ولا يمكن تاجيل الامتحان. طب عايزه اطمئن من حضرتك على الوضع داخل المدينه الجامعيه بين السرايات، لان بيقولوا برضو ان في مواجهات ما بين طلاب الاخوان وما بين الامن. يعني حسب ما جاءت المعلومات ان بعض الطلبه حاولوا يخرجوا بره والامن تعامل معاهم ودخلوا المدينه الان هادئه ومفيش فيها حاجه حسب معلوماتي. الكاميرا عندك تروح تشوف المساله. شكرا للدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعه القاهره، شكرا لوجود حضرتك معانا يا دكتور. وهاخد هاتفيا ينضم الينا العميد محمود فاروق مدير اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزه. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا بك. اهلا بك يا سياده اللواء. الحقيقه في النهارده حاله من الارتباك في محافظه الجيزه، تحركات لطلاب الاخوان للدخول في مواجهات مع الامن. عندنا مشهد كان ملتهب في الجامعه جامعه القاهره نفسها، وعندنا برضو حديث عن اشتباكات ومواجهات.